نبدأ من صحيفة الماركا. 650 مليون يورو لبرشلونة. تعمل إدارة برشلونة منذ فترة طويلة على البحث عن التمويل لموازنة وضعها الاقتصادي الحساس حتى تكون قادرة على الذهاب إلى سوق الانتقالات الصيفية بأموال كافية. وأصبح نادي برشلونة في وضع يسمح له بالحصول على 650 مليون يورو في عمليتين تجاريتين لمهارة التوقيع مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني. إحدى العمليتين تتمثل في التفاوض مع اتفاقية صندوق سي بي سي للحصول على 300 مليون يورو بجانب بيع 49% من استوديوهات برشلونة مقابل 350 مليون يورو مع خيار إعادة الشراء. برشلونة ينافس السيتي. يعمل برشلونة بجد لمهارة التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، حيث شارك كل من خوار لابورتا رئيس النادي والمدرب تشافي وكذلك مدير الكرة في العملية. لكن برشلونة ليس وحده في هذا السباق، في النادي يرون حاليا أن مانشستر سيتي الإنجليزي يتمتع بميزة في محاولة الحصول على خدمة إيرلينغ هالاند، ورغم أن جوارديولا يعتبر عامل جذب للمهاجم النرويجي، لكن مسؤولي برشلونة يعتقدون أيضا أن شخصية تشافي تحفزه كثيرا أيضا. خطة برشلونة لتكريم ميسي. يدرس برشلونة تكريم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في سبتمبر 2024 بالتزامن مع الذكرى 125 على تأسيس النادي. الفكرة هي أن يتم تكريم ميسي في ملعب كامب نو بعد الانتهاء من تصميمه، ولهذا السبب يتم دراسته للقيام بذلك بعد عامين من الآن تزامنا مع ذكرى تأسيس النادي. وعجز برشلونة عن تنفيذ تجديد عقد ميسي، حيث تم رحيله في 30 يونيو الماضي للتوقيع مع باريس سان جيرمان، مما وضع نهاية لحقبة استمرت 21 عاما مع البلوغرانا. مبابي يعود إلى مدريد. ستكون هذه المرة الثالثة التي يعود فيها كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إلى ملعب سانتياغو برنابيو، حيث يواجه ريال مدريد في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا. المرة الأولى لمبابي في سانتياغو برنابيو كانت في موسم 2017-2018 ولم يلاحظه أحد، لكن في المرة الثانية بعد عامين نجح في تسجيل هدف. وكان مبابي أعطى كلمته لبريز رئيس ريال مدريد بأنه لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان وسيغادر إلى صفوف الفريق الملكي في شهر يونيو المقبل. بريدويش، يا سلام على التكتيك والأفكار العالمية.